shows. A sobra chef and sabe woman, Odia Bewa, and then you made him as so a cody. He do bet to make a bonny tissue and poly. I am no crap, no make an omin cow tolly. Yeah, I am a mamma, dear. طبعا انا اسمي ابان جابريل وبج من جنوب السودان فنان تشكيلي قسم بتاع القرص او السكسوك فبدات اشتغل السكسوك من البدايه بتاع 2016 حتى الان يعني السكسوك ده حاجه جميل جدا حاجه تتعلق بالهويه بتاعنا كجنوبيين او كسودانيين في جنوب السودان فسوكسوك يعني ما بدأ من هسه لكن بدأ من قرون الماضي وكان بدأ شكل يعني تصميم بصمموه بال يعني حجار يا عظم بتاع الحيوانات يا عظم بتاع السمك فالآن اتطور وخش في الشركة بقى يعني بقى حجر الكريم بيصنعوه من حجر الكريم وسوكسوك ده شيء جميل جدا بيصنعوه وبيكون زي ما يقولوا النبس يعني بالنسبة لنا في جنوب السودان في قبائل كثيرة بيستخدموا سوكسوك كجمال يعني بديك الجمال الخارجي بحاجة بالشكل ده في بعض من القبائل في جنوب السودان يعني الألوان بتاع السوكسوك بيستخدموها على حسب العشائر لكن لسه حاليا يعني بقى حاجه كده جميل جدا نفضل عشان تشوفوا اللي عملنا في جنوب السودان طبعا ده المحل اللي بنشتغل فيه سوق ورشه فده الشباب الشغالين في بعض شباب يعني لسه جداد زي الولد ده وده في شباب بجان برضو كان هم لسه في المدارس بعد المدارس هم بيجوا فطبعا كان نعلم الشباب عشان هم يتعلموا السكسوك ويكون عمل حرفيا بالنسبة لهم طبعا هنا لجان بدا يعني السكسوك علم بتاع جنوب السودان بنشتغل في المكنة بنسموه نول النسيج أو نول بتاع الفرس فده عملناه ده صناعة محلي عملناه في جامع جوبا ورشة جامع جوبا في جنوب السودان يعرف المحل طال استديوان فيه مجموعة من الفنانين مختلفة لكن معظمة يعني من جنوب السودان طبعا من التسمية ذاته طبعاً عشان استديوان نحاول نمارس النشاط بتاعنا الفني وإصحار الجانب الثقافي بالنسبة لجنوب السودان طبعاً في خريجين يعني لامي بينا كل الفئات خريجين الهاويين منظم لهم كورسات حتى عن الأعمال الموجودة هنا عملنا على قرابة 12 فنان من جنوب السودان حتى في دول مجاورة برضو مشاركين معنا في أوغندا وكينيا يحصل تبادل بتاع نشاط ثقافي بيناتنا معظم الأعمال هنا يعني نعملهم برضو في الاستوديو هنا ده خامات بس يا بنجيبها من برا يعني حتى في تنوع ذاته في الأعمال في أبستراك في شغل رياليستيك من ضمن النشاطات اللي بنعملها هنا يعني هسا زي مجموعة في جنس أجوير عند اللوحة دي يعني سبير في القط طعم برضو أسام معيد في الجامعة بكلية الفنون يعني الحاجة الجميلة بأنه يعني متنوعين في واحد يعني مارسنا الفن ده من بدري بعدنا خلاص بقينا أصبحنا دولة وليدة بقينا إنشأنا استوديو وندا
عامل التسمية، لكن لسه في معظم الاستوديوهات بدأت تمارس النشاط الفني بتاعهم. ده كمساهمة شغالين فيه ومتواصلين. يعني حتى زي برضه اللوحة دي دينج ماجد لسه متواجد في نيروبي، لكن من ضمن الناس المؤسسين الجزء بتاع الاستوديو ده. والله ده من ضمن اللوحات بتاعتي، بيحكي الواقع عن نشاطنا. معظم الحاجات الموجودة كان الغرة بيحمل الحاجات على الراس أكتر حاجة، يعني كان في الملتزمات الحياتية يكون في نشاط نعكس الجانب الجمالي الموجودة من ناحية الثقافة ذاته المتوارث على بين الأعمال. يعني في دمج ما بين الاثنين، الثقافة بتاع الشمال والجنوب، حتى في أشكال الشغل تحكي عن قصة. هو طبعا تعريف بسيط بالنسبة للسيدو والنشاطات اللي يتم. يعني ما بقدر أقول إنه شنو معروفين على المستوى العام كده، يعني معظم الناس اللي زارونا يعني بيجوا بعرفوا غالبا ما بسألوا. محلنا موجود في جوبا هنا داخل جوبا بحي العمارة جوار السفارة المصرية. طبعا بشكر كل المشاهدين، أتمنى بإن شنو يعني معرض يكون في تواصل بين الناس حتى ذاته منعكس على الحاجات المرئية دي، لازم الواحد يشوفها للعالم يقدر يعرفوا الحاصل. بالنسبة للنشاط الفني زي ما حكيت في البداية إنه يعني تواصلا ما بين الثقافات والحاجات العكس للعلم. أشكر كل المشاهدين.